خوتي المغاربة، السلام عليكم. كيف دايرين؟ كل شي بخير؟ صحيح؟ لاباس؟ غنتسناو يلتحقوا شوية الناس وغادي نبدا هاد اللايف هذا باش نجاوب على واحد العدد ديال الأسئلة اللي طرحوا عليا الأصدقاء. تبارك الله عليكم، دازت واحد 4 أيام هادي، غادي نقول لكم مازال مبروك عواشركم، الصحة والسلامة إن شاء الله. الله يحفظكم من هاد الجائحة هادي، والناس اللي مرض الله يشافيهم، واللي توفوا الله يرحمهم. كنتمنوا بلادنا تخرج من هادشي باقل الاضرار ان شاء الله. ما بقى قد ما فات 10 جوان ان شاء الله، بقات ليه واحد 10 ايام والفراج غادي يكون. بغيت نبدا هاد اللايف هذا بواحد القضيه اللي هي خايبه بزاف. عاد كتعرفوا مدينة أكادير واحد المدينة زوينة بزاف، عاد واحد المدينة اللي عندها واحد المؤهلات وواحد الطاقة، ولكن واحد المدينة اللي الماضي ديالها أحسن من الحاضر ديالها. كتعرفوا بأن المجلس البلدي، أنا ما كنتحملش عليه، وأنا غادي نتكلم على المجلس البلدي وعلى المنتخبون وعلى كاين شي وحدين كيقولوا شكون مورا رضا ولا شنا هو، ولكن المجلس البلدي كتعرفوا بأن ما عندوش الكفاءات، ما عرفش يسير المدينة، ومن غير هادشي خرج عليها، خرج على مدينة أكادير. ما كنقولوش هذا المجلس بالضبط، ملي كنتكلم على المجلس البلدي كنتكلم على حزب العدالة والتنمية والأحزاب اللي تاهي كاينة في المعارضة ولا كاينين في التحالف. أنا كندوي على المجلس البلدي كامل باش ما نقولوش حزب من دون واحد آخر، حزب يعني مجلس بلدي فاشل يسير هاد المدينة هادي. والحمد لله، الحمد لله اللي صاحب الجلالة اللي عنده واحد الرؤية، عنده واحد الانتظارات كما انتظارات ديال الساكنه ديال اكادير اللي كنا كنتسناو. بغينا هاد المدينه تزيد لقدام وتزيان وترجع من اجمل المدن ديال المغرب. ما يمكنش لينا نبقاو كنتسناو. هذاك الشيء علاش تخلقات واحد شركه تنميه سوس ماسة وتعطاو لها جميع الامكانيات، وغادي تخدم هي اللي دابا واخده الورشات واخده كل شيء، الاستثمارات الكبيره باش اعاده تاهيل مدينه اكادير. ولكن الحاجة الخطيرة عاوتاني اللي طرات، وهي هاد التدوينة هادي. هذا نائب رئيس المجلس البلدي اللي مكلف بالتعمير، وانتم عارفين التعمير اش وقع عندنا في اكادير شوها. الوغ اللي كيقول هاد السيد هذا في الحقيقة لا تزعجني هجرة الأدمغة وفرار الكفاءات للاشتغال خارج الوطن، بل يزعجني أكثر عدد المكلخين اللي باقين معانا هنايا. هذا نائب رئيس مجلس البلدي ديال اكادير، واش ماشي حشومه هادي؟ هادي الاولى. وقلت في واحد التدوينه ديالي بان هادشي لو كان داروا في واحد المدينه واحده اخرى، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، لو كان طرات شي حوايج واحد اخرين، لان حنا لقينا ظريفين، لقينا الناس ساكتين. ملي كنقول هادوك المدن ماشي يعني غادي يقطعوا ليه راسه ولا غيضربوه ولا شي حاجه، لان حنا في دوله المؤسسات وهذا. بالعكس كانوا غادي يمشيو وغادي يقوموا بواحد مظاهره قدامه، ولكن في اطار من دابا كاين الحجر الصحي حتى واحد ما غادي يديرها، ولكن غادي يكون اشكال احتجاجيه ديمقراطيه، غادي يطالبوا بالاستقاله ديالو، غادي يحط الاستقاله ديالو يمكن بالضغط الشعبي في ربع ساعه اللي كانت من 15 ماي، وهذه كاينه راه تقريبا 15 يوم وحتى شي واحد ما تحرك ولا حتى حاجه. ولكن غادي ندير واحد المبادره، انا كمواطن عادي غندير واحد المبادره. هذا السيد خصو يمشي في حالاته، ما كندويش على المجلس البلدي. في الحقيقه المجلس البلدي كله كون كانت عنده غير شي شويه ديال النفس كون حط الاستقاله ومشاو في حالتهم، ولكن اللي خطير وهو عند راسهم راهما خدامين، راهما بخير وعلى خير، وما حتى واحد ما كيديروا بعمل زوين. المهم الله يسمح ليهم وصافي. غادي نمشيو لواحد الموضوع واحد اخر تكلمت عليه البارح، هو ديال دار الحياه، يعني البلاصه سي ان اوتيل اللي كاين في اكادير حدا السبيطار ديال حسن الثاني ديال الانكولوجي. وواحد العدد الناس كينتقدوني انايا وقال لك لا هذيك السيده الله يعمرها دار، وانا ما عمري قلت عليها شي حاجه زعما خايبه ولا انتقدتها ولا شنو هو الشكايه. ولكن كاينه واحد الشكايه اللي تحطات عند السيد الوالي وعند الديوان الملكي، وبناء عليها هذاك الشيء علاش دويت. هاد الشكايه صحيحه ولا ما صحيحاش القضاء هو اللي غادي يقول، ولكن ما ندوش ما انا اللي كنت بغيت وهو نتكلموا على المضمون ديال الشكايه. ولكن في هاد الحمله اللي داروا هاد الناس ديال دار الحياه في هاد 3 ايام هادي ارتكبت اغلاط.
الغلط الاول وهو هذوك المتطوعين اللي كيعيطوا للناس اللي فيهم السرطان وكيقولوا لهم ديروا دخلوا للصفحه ديال الرضا، راه هو بغى يجري على فلانه، راه بغى يدير وبغى يدير. انا ما عمري جريت على شي واحد ولا شي حاجه اولا. ثانيا المتطوعين في الانكولوجي راه ما عندهمش الحق يمشيوا لدار الحياه اولا، ثانيا ما عندهمش الحق يكون عندهم اتصال بالتليفون من اي مواطن ولا اي مريض بالسرطان، ما عندهمش الحق. راه كاينه في القانون ديالهم ديال المتطوعين، يعني هنا خرق ديال القانون الداخلي ديال المتطوعين ديال المؤسسات اللا سلمى. حاجه واحده اخرى للتجمهور، كتعرفوا بان عيطوا على واحد العدد ديال مرضى السرطان مساكن، وكتعرفوا بان في اطار هذا الحجر الصحي ولا في ظل هذا الحجر الصحي وفي ظل هذا الحال الطوارئ، هاد الناس الحميه ديالهم ضعيفه بزاف، عاد عيطوا عليهم وجاوا الناس كيتجاراو كلهم امام مؤسسه لالا سلمى حوالي 30 واحد ولا 40 واحد، وعيطوا عليا ودزت تما وصورت غير من البعيد، ولكن ما دويت مع حتى واحد لان غير مقبول باش نلعبوا بالمعاناه ديال دوك الناس ونجيو ونقولوا راه الناس بغاو يساندوا فلانه. حشومه نستغلوهم وحشومه نوهموهم ان المصير ولا الحياه ديالهم ماشي في المؤسسات ولا دولة المؤسسات ولا في المستشفى ولا في شي حاجة، المصير ديالهم مربوط بواحد السيدة. هذا الشيء ما مقبول شيء وما يمكنش يتقبل. ولكن عاوتاني كاينين واحد لوبيات وناضوا الناس وناضت واحد الضجة على هذا الموضوع هذا، ومنين بديت كنقلب بغيت غير نفهم علاش هذا الشيء واقع، كنلقى بأن المدير الإقليمي ولا المسؤول الإقليمي على مؤسسة لالا سلمى هو أخ النوش. وهنا في كنفهم عاوتاني علاش واحد العدد ديال الناس من هنايا منهم هاد السيده اللي انتقدوها ولا تحطات بها شكايه وهذا كتقول لك انا متفراوت، شنو زعما الا كنتي من جهه تخنوش راه الحصانه، ولا الا كنتي متفراوت راه كنا مغاربه الحمد لله وكنا سواسيه امام القانون وامام الناس. هذا غير مرور الكرام على هذا الموضوع هذا. دابا غادي ندخل لحوايج اخرى. كاين تساؤلات كيقولوا رضا شكون موراه؟ واش شي حزب سياسي ولا انا غادي نعربها ولا غنمشي لها ديريكت؟ كاين اللي كيقول مورا اخ نوش، كاين اللي كيقول كل واحد كيقول. انا غادي نقول لكم مورايا حزب المغرب، هذه الاولى. انا مورايا حرقه على هاد البلاد وحرقه كيف واحد يمكن 99% ديال المغاربه، 1% راه هو فاسد هو اللي ما بغاش هاد الامور تزيد لقدام ولا هاد البلاد تزيد لقدام. انا ما مورايا حتى واحد، غادي نمشي دقه دقه. سي عزيز اخ نوش كوزير انتقدته الانتقادات اللي ما انتقدش يمكن حزب العداله والتنميه. سي عزيز اخ نوش كرجل اعمال انتقدته كما انتقدش اي واحد في العداله والتنميه، لان بيناتهم صراعات. واخا ما كنفهمش كاين بعض الناس ديال العداله والتنميه اللي عندهم علاقات تجاريه مع اخ نوش، شغلهم هذاك الشيء، انا ماشي شغلي. الناس ديال العداله والتنميه كاين اللي كيقول لك رضا راه هو ضد العداله والتنميه، والرضا راه داير هذه كلها كذوب. انا ما ضد حتى واحد العداله والتنميه، الله يسمح لكم. انا كندوي على الجناح الفاسد، راه فيهم ناس نقيين فيهم نفس نزهاء، ولكن الجناح الفاسد كيلعب على ديك النبره ديال احنا مظلومين، احنا النظام ضدنا، احنا راه احنا كيبغاو يحيدونا من الساحه، وحنا هادشي كلشي كذوب. الفساد هو العدو ديالكم، والجناح الفاسد اللي عندكم قوي في الحزب راه هو اللي ضدكم. غادي كاين اسئله، كاين اللي كيقول لك رضا قبل ما تجي النضال شنو العمل ديالك؟ اولا العمل ديالي انا رجل اعمال وعندي وشريك في واحد الشركه في الدار البيضاء الحمد لله، صافا غادا بخير وعلى خير، وعندي مشروع اعلامي اللي كان غادي يبدا هاد الايام اللي فاتت، ولكن من جهه كوفيد 19 عطلنا شي شويه، ولكن حنا غنطلقوا في الايام المقبله الى سهل الله. وبغيت نقول بان النضال راه ماشي شي حاجه، ماشي عمل، النضال كيكون تطوعي. الغيره ديالي على المدينه ما عندهاش دوافع، واش دوافع سياسيه؟ كاين اللي كيقول واش بغيتي تقدم الانتخابات؟ انا اليوم كنقولها وكنأكدها، ما عنديش شي نوايا لا انتخابات ولا ديال بغي شي كرسي ولا شي منصب ولا حتى حاجه. بغيت غير هاد المدينه تزيد لقدام، بغيت هاد المفسدين يحيدوا. ملي كنقولوا مفسدين راه ما غاديش غير المجلس البلدي، راه بزاف ديال القطاعات هنايا شادينها ناس مفسدين اللي كلاو المدينه، كلاو جهه سوس ماسه وخلاو. ملي كنمشيو على عند الناس راه هما غير على رؤوس الاصابع، واللي بقى راه كله مسكين واقف الدق. وحتى المستثمرين لما كيجيو لعندنا هنا للمدينه باش يستثمروا كيجريو عليهم، لان عندهم لوبيات قويه، عندهم بزاف ديال الحوايج. غادي نمشي عاوتاني
لواحد الموضوع كاين اللي كيقول لك ما علاقتك بالمخابرات العسكريه. هذا الموضوع دويت فيه شحال من مره، ولكن اللي ما غاديش نرجع ليه دابا لان كاين فيديوهات كاين شحال من حاجه. اللي بغيت نقوله هو المخابرات العسكريه ولا المخابرات المدنيه ولا المخابرات ديال اجهزه واحده اخرى، هذوك الناس ماشي اعداء ديالنا. هذه العقليه هذه كانت يامات الاستعمار ديال تبرقيق وهذا وما عرف شنو، هادشي ما بقاش. راه بحال لا دي اس تي، بحال لا جيت، بحال وزاره الفلاحه، ايه الحساسيه ديال الجهاز، ولكن راه الاهميه مثلا ديال وزاره الفلاحه راه بقدر اهميه ديال لا دي اس تي، لان هنا كنمشيو على الامن الغذائي ديال المغرب. ولا وهذوك الناس اللي كاينين في هذه المخابرات ولا في هذه الاجهزه راهم مغاربه، راهم خوتنا، راهم بلادنا. خصنا نحيدوا من راسنا هذه العقليه ديال التبرقيق، راه المخابرات، وراه ما عرفت شنو، راه العدد من الدول كل من فاتحه لا دي اس تي اليوم. انتم كتشوفوها هي كت هي كت كدير البلاغات، هي كتكومونيكي، كاين فيديوهات من الداخل، يعني كتواصل مع المواطنين. واحد العدد ديال الادارات حتى هما راه غاديين في هذه الطريق هذه. دونك عافاكم نحيدوا هذه قضيه المخابرات ولا شي حاجه. كاين اللي كيقول اشنا هو البرنامج، برنامج المتحكمين في اكادير. هذه القضيه يعني الا مشيتي انت طلعتي الانتخابات ولا صوتوا عليك الناس ولا انت تقدمتي الانتخابات، واش غادي تدير البرنامج اللي عندك ولا الناس المتحكمين في اكادير؟ يعني غتولي بحالك بحال هاد الناس اللي كيسيروا المدينه. كنعاود ناكدها، ما عندي حتى شي نيه باش نتقدم للانتخابات من غير واحد الحاجه، الا كانت واحد الثوره مواطنه في اكادير في جهه سوس ماسه انا معاكم، لان بوحدي نمشي ندخل وسط هاد الدياب هادو غادي غير نتوسخ حتى انايا وغادي غير نتكرفص. ولكن الا كانت ثوره مواطنه والناس ديال اكادير، الناس اللي كنقول ديال الناس ديال اكادير يعني المواطنين ديال اكادير وجهه سوس ماسه بغاو ما نديروش الغلط اللي كنا درنا في الانتخابات القديمه، يعني كنا العزوف تخلينا وحدين ما غاديش نسميهم ولكن فاسدين، وحدين ما عندهمش تجربه كيسيرونا وكي ياخذوا لينا المصير ديالنا وديال وليداتنا، وهانتوما شفتوا النتيجه شنو هي. هذاك الشيء علاش كنقول لكم راه الانتخابات الجايه خاصنا نديروا واحد الاكتساح ديال الاحزاب السياسيه كلها، كل واحد التوجه ديالو، غير سيروا غير دخلوا في الاحزاب السياسيه وديروا التغيير في دوك الاحزاب السياسيه ولا في المكاتب الاقليميه، وخصنا التغيير وخص كلشي يمشي يصوت عن القناعات. دابا بالنسبه للرضا، واش غادي يحضر راسه ولا لا؟ انا ما عمري حضرت راسي لتا شي واحد من عند اهرامات رجالات الدوله. ملي كنقول لكم اهرامات راه اللي رجع للتاريخ غادي يشوف، لو كان كنت كنحضر راسي كوراني من مليارديرات المغرب اليوم، كوراني حتى انا كتشوفوني بالمرسيدس والمناصب العليا، ولكن لا، مواقفي الحمد لله، عائلتي غادي عن قناعاتي انا. كاين كيقول لك رضا واش هذا النضال ديالك واش عنده خلفيات وشي حاجه بغيتي ديرها باش مصيبه؟ كنعاود ناكدها، راه ما عندي حتى شي خلفيه، ما عندي حتى حاجه، بغيت غير واحد المغرب زوين، بغينا واحد الجهه زوينه، بغينا قطاع الصحه، بغينا الثقافه، بغينا البنيه التحتيه. هذا هو علاش كنجري والصلاه على النبي. كاين شي اسئله طرحوها انا معاكم. بالنسبه اللي سولني على المشروع الاعلامي ديالي راه جاوبت عليه قبيله. حركه مواطنون اللي كنا بغينا نطلقوها راه تعطلات لان جهات ديال كوفيد 19، وكنا في واحد اللجنه تحضيريه كنوجدوا وتعطلات لان جهات ديال كوفيد 19. اذا كان رضا في التسعينات، الو ماشي غير التسعينات، بحالي بحال الناس كنت من غير خدمتي كناضل في ملف الصحراء في اكادير. لما هنايا ملف الصحراء كاين اللي سولني عليه كيقول لك علاش ما بقيتيش كتناضل فيه، كنقول عاوتاني كاينين اللوبيات ديال الفساد اللي كانوا قويين بزاف ديال الفلوس، يا اما تمشي معاهم في الخط يا اما غادي خصك تحيد. صبرت تقاتلت، ولكن كنعترف في واحد الوقيته انهزمت امام هاد اللوبيات اللي كبار، امام هاد الناس اللي كيشوفوا مصلحتهم الماديه هي الاولى عاد مصلحه البلاد. بالنسبه لهاد الحشره القرزوميه اللي قالها كلات جهه سوس ماسة كلها، وزاره الصحه كان عليها من الاول، من يلاه بدات كان عليها تشوف هذا المشكل هذا اللي هلك واحد المردود على الاقل لبعض الدواور وهذا، وكان منه كياكلوا حتى هما في واحد الوقت من السنه، ولكن دابا كلات كل شيء. هذيك هذا الفيروس، ماشي هذا الفيروس، هذه الذبابه القرزوميه اللي رفصات هذيك الدنيا كامله.
ملي ما كايناش وزارة الفلاحة، ما كاينش بعض الجماعات، خاص السكان عافاكم يتجمعوا ويقطعوا داكشي كله، يا إما يحفروا حفرة ويدفنوه، يا إما يحرقوه، راه ما عندهمش شي حاجة، لأن في الصيف هو جاي والحرارة غادي تطلع، راه غادي تهلككم هذيك الدبانة البيضاء وتهلك الماشية ديالكم، خاصكم من دابا تنوضوا ليها. شنو الأسئلة اللي بغيتوا تحطوا؟ بالنسبة للقضية ديال الصيادين ودوك الناس اللي صيدوا الغزلان في مدينة النواحي ديال ناحية تيزنيت، شنو غادي نقول لكم؟ أنا ضد هاد الناس، هادو ضد البراكوناج، هاد الناس مجرمين، هاد الناس أنا كنتسنى شنو غادي يدير معاهم المياه والغابات، شنو غادي يدير القضاء، عاد غادي ندير فيديو، لأن لا يحق لهاد السيد اللي معاه ينوضوا يقتلوا الغزلان ويقتلوا الموفلون، حتى هو داروا واحد الجريمه ضد البيئه، غادي نشوفوا الا سمحت لهم المياه والغابات غادي نوضوا ضدها، وحتى الا سمحت لهم التقاطع غادي نقص، ولكن الا سمحت لهم احنا غادي نوضوا ديك الساعه، وانا براسي غادي نوض ضد المياه والغابات، لان خاص القانون يتخاذ ضد هاد الناس باش يكونوا عبره لاي واحد سولت لنفسه يقتل الحيوانات ولا يهدد البيئه. بالنسبة كاين أسئلة اللي كتقول على قضية ديال التلوث، كتعرفوا واحد العدد ديال الأعيان ديال مدينة أكادير اللي عندهم المعامل وهذا وكيلوثوا، هاد الناس هادو اللي فيهم شي وحدين اللي صحابي، واخا هكاك أنا نبهتهم شحال من مرة ومن بعد خرجت ليها نيشان، ما يمكن شيء يكون عندك معمل وتقول لي حيت انا مخدم 500 الناس من حقي نلوت ومن حقي نتكرفص على الالاف ديال الناس وعلى قطاعات بحال قطاع السياحه وهذا، هذا الشيء ما مقبول شيء، راني ما غنطلقش منهم وغادي نبقى ديما كندوي على هذا الموضوع ديال التلوث ديال البيئه، لا بالنسبه للمجلس البلدي اللي كيحرق الاسبان في هذيك مطرح النفايات العشوائي اللي كاين في الحي محمدي، كاين واحد الخطر كيهددنا وهو ديال ليكسيفيا، هو داك الشوارج ديال الماء اللي كاينين في تمن الناس، هذوك الله يحفظ الا طاحت شي شتا طوفانيه راه كلشي في داكشي غادي يفيض على المدينه وعلى وغادي يمشي في قوات البحر وغادي تكبر، غادي تكون اكبر كارثه بيئيه اللي ما عمرها شافتها مدينه اكادير، ولكن مع من كدوي حتى واحد ما كدويش عاوتاني على مطرح النفايات براسو، واش باقي شي مدينه في شي بلاد كتحترم نفسها وكتقول راني صديقة البيئة كتجيب الزبل حشاكم وكتدفنوه، هادشي ما مقبولش شي في الوقت اللي يمكن نديرو صفقات مع شركة ديال الغوسيكلاج، وداك اللي سليبيا راه يمكننا نخرجوا منه الطاقة اللي هي براسها نقدروا نديروا بها بزاف ديال الحوايج، الله يهدي المجلس البلدي، يعني من ناحية البيئة آخر اهتماماتهم كسلاء ما فاهمين حتى حاجة. بالنسبة للانتماء ديالي لشي حزب، ما كنشوفش راسي في شي حزب سياسي، لا يغريني البرامج ديالهم ولا حتى حاجه، ما عرفتش كيجوني بحال بحال، ما كاينش بحال هذا بحال هذا، كلشي كيتضارب على المناصب، كلهم كنشوفوهم حتى الدقيقه 90 حتى كيقربوا انتخابات، داكشي علاش ما عنديش شي بونشون ولا شي حاجه لشي حزب سياسي، هانتوما شفتوا كاع في هذه الجائحه ديال هذه 3 شهور دازت ديال كوفيد 19 وسمعتوا شي حزب سياسي دار شي حاجه كبيره من المناضلين ديالو، دار شي عمليه ولا شنو، حتى شي واحد ما دوا، كل شيء ساكت وكل شيء كيتخبى بين الدوله راه كدير شغلها وحنا جالسين، هذه الهضره هذه راه ما مقبوله شيء، الدوله كدير خدمتها خليوها دير خدمتها وانتم ديروا خدمتكم، ومني كديروا خدمتكم راكم غادي تساعدوا الدوله باش كنا كمواطنين وكمسؤولين نزيدوا لقدام ونزيدوا قدام بهذه البلاد هذه. واحد العدد ديال الناس كيقول لك رضا ملي كان الحجر الصحي كنتي كتخرج، كنت كنخرج صحيح عندي الترخيص ديالي، ولو السيد الوالي بغى يحاول لنا نضغطوا عليه يمكن لوبيات ولا شوف القصه ديالو وهذاك الشيء، انا غنعاون نجي ليه لان كاينه جلسه نهار 12/6 كنت كنخرج واخد جميع الاحتياطات ديالي وكنت كنلعب الدور ديالي اولا كمناضل، لان كنت كنقوم بواحد العمليه انسانيه في واحد العدد ديال الدواور وداك الشيء، ما عمري صورت ما عمري دويت على هذا الموضوع، وكنت كنخرج المعاناه، ما يمكنش شي حنا جالسين في الدار يمكن فيها لابيسين ولا فيها الكليماتيزور ولا مرتاحين والله ميسر علينا، وواحد اخرين ما عنده حتى ما ياكل، وها عن طريق هذوك الفيديوهات اللي كنت كندير واحد العدد ديال الدواور يسر عليهم الله عن طريق المحسنين ولا عن طريق السلطه ولا عن طريق الجماعه، الحمد لله المهم درت اللي عليا، ولكن داكشي اللي درت ما هو الا حبه رمل في واحد الشاطئ، لان كان خاص كلشي يدير كلشي يتحرك، والله يجازيهم بخير الناس يتحركوا، لان كانوا ماشي غير رضا، كاين واحد العدد ديال الناس كيناضلوا.
بالنسبه للمحطه ديال المسيره، لا راه ماشي كلشي يمكن ليه يمشي، غير كاين بعض المدن اللي خدامين كيجيبوا الطلبه اللي بقاو عالقين في مدينه اكادير وكيديوهم للمدن ديالهم. راه مازال ما طلق حتى حاجه، مازال ما كاينش كومونيكي البلاغ الرسمي ديال السلطات، يعني ديال الوزاره الاولى، باش تقول واش الناس يمكن لها تمشي بين المدن ولا لا. مازال كل شيء ساكت، وهذه كان نعاتب عليها الحكومه، لان حنا اليوم فاتح يونيو تقريبا هو غدا، ومازال حتى حاجه ما بين ضبابيه 10 ايام بقات باش يسالي الحجر الصحي ورجال الاعمال، ولا كل شيء كيتساءل شنو غنديروا، واش غادي نحلوا ما غنحلوش. وهذاك الشيء علاش كاينه العشوائيه، كتلقى اليوم الصالونات منزلين الريدو كيدخلوا الكليان من تحت بعض هذا. عمالنا على هذا الشيء، علاش ما نكونوش واضحين النهار الفلاني غنديروا ويكون خير. وحاجه واحده اخرى، المغاربه اللي عالقين في الجزائر راه مشاو طائرات باش غيجيبوهم اليوم ان شاء الله، وكما مشاو ديال الجزائر غادي يمشي واحد العدد ديال البلدان في هذه الايام اللي جايه، وغادي يبدا يتفك هذا المشكل الحمد لله ديال المغاربه العالقين في الخارج. علاش ما نترشحش الانتخابات؟ راني دويت على هذا الموضوع، راه الا دخلت بوحدي ولا انا وثلاثه الناس ولا اربعه الناس، غادي بحال دخلتي وسط الثياب غادي ياكلوك. الا كانت الثوره مواطنه كي تنقول واحد الطريقه حضاريه ينوضوا الناس اللي غيورين على المدينه ويكون واحد الاكتساح ديال الانتخابات، انا معاكم، انا نتقدم، لان انا من الناس اللي غيورين على هذه المدينه، هذه غيورين على جهه سوس ماسة، لان عندنا واحد المدينه جميله بزاف عندها مؤهلات. الله عطانا واحد الطبيعه اللي ما كاينه في حتى بلاصه اخرى، ولكن حنا مكرفصين عليها. كاين اللي كيقول عاوتاني هنايا رضا، علاش ما تمشيش في حالتك؟ راه يديروا لك بحال المهداوي، بحال بو 20، بحال الريسوني. اسمحوا لي، شوف انا بلادي هذه كنفتخر بها، كنفتخر بالعداله ديالها. كاين بزاف ديال الحوايج، انا ماشي المهداوي، انا ماشي بو 20، الله يطلق سراحهم كاملين، ولكن ما عرفتش الخبايا ديال هذا الشيء، ما عرفتوش، ولكن ما غاديش نغادر مع العلم. انا كنعاودها وكنقولها، راني عندي صراع يومي في البيت ديالي، عائلتي يعني الزوجه ديالي ولا وليداتي باغيين يمشيو، ماشي ما عندوش حرقه ولا شنو هو، ولكن وصول الباك كاين مشاكل على القرايه، شحال غادي نصرفوا، كيفاش احنا تخرجنا، واش المستقبل مظلوم مضمون؟ لا سمحوا لي، واش المستقبل مضمون ديالنا؟ فين غنخدموا ولا هذا الشيء؟ المهم تساؤلات اللي هي مشروعه. كيقول لك اش من عيشه عايشين في اكادير ولا حتى في المغرب، من ناحيه العيش الكريم، والعيش الكريم راه ماشي هو ناكلو ونشربو، العيش الكريم وهو البنيه التحتيه، وهو المستشفيات، وهو الثقافه، هو الرياضه، هو بزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء كلشي كنفتقروه حنايا في مدينه اكادير، ماشي غير مدينه اكادير، في المغرب. اللي عنده الفلوس كيعيش، اللي ما عندوش الفلوس ما غاديش يعيش وغادي تقهر. ها انتم كنجبدها المثال ديال المستشفى الحسن الثاني والفضايح اللي واقعين فيه، الحمد لله كاينين اطباء شرفاء اللي خرجوا كيدويو كيمدوا كيغوتوا، ولكن مازال حتى حاجه ما تبدلات. داك الشيء محتشم، خاص يكون واحد النيه باش يتغير هادشي في العمق. اش من حزب كيبان ليا في نظري يستاهل؟ شنو نقول لك، انا كيبانوا لي الاحزاب كلهم بحال بحال، كيبان ليا عاوتاني غيديروا تحالفات بيناتهم، واللي كانوا غادي يرجعوا، ويمكن يجي معاهم الاحرار ولا شي حاجه بحال هكا، لان التجربه ديال الاحرار هي التجربه ديال بام اللي كانت شحال هذه. اليوم الاحرار كيتقوى، ولكن غادي يطرى ليه ما طرى البام، لان كيقاول الناس بان غادي ينوضوا واحد العدد المناصب غير تعطاو، ولكن ما عندوش دوك المناصب. كي غادي يدير؟ غادي يكونوا الناس غضبانين، وغادي يقدر يتفركع من الداخل. العداله والتنميه عند الكليان ديالها، انا غنسمي كليان ولا الناس اللي متابعينها قلال، راه ماشي شحال كثيره، ولكن علاش كترجعهم قويين؟ لان الناس اللي ما كيمشيوش يصوتوا ولا الناس اللي كيقاطعوا الانتخابات كيخليوهم، اما كل الناس يديروا اكتساح، حتى شي حزب سياسي ما غادي يبان. هذاك الشيء علاش كنقول مازال التكهنات ما نقدروش نقولوها دابا. بالنسبه للرحل اللي المشكل اللي دويت عليه ديال الرحل اللي كاينين ديال ايتباها ودوك النواحي ديال تارودانت، انا درت واحد البحث صغير واتصلت، لان اغلبيه الناس كيقولوا لي بان ملي مشيت لتما لتانات والنواحي، وتحيه كبيره الناس ديال تانات ولا دوك المناطق كامله اللي كانوا ضروا بهاد الرحال هادو،
وعجزات السلطات المحليه باش تنصفهم في الوقت اللي كاين حجر صحي، وهذوك الناس استغلوا هذه الظرفيه هذه وتكرفصوا على ذوك الناس. المهم الله يسمح للسلطات المحليه من هذه السكينه، وكنحييهم لان واحد الناس هذوك الناس ابطال، هذوك الناس الله يعمرها دار. الو غير باش نجاوب على هذه القضيه ديال الرحال عفاكم، كتعرفوا بان كاينين ناس كيقولوا هاد الرحال موراهم شي وحدين، موراهم ناس اقوياء في الجيش. كنبغي من البحث اللي درت ما كاين حتى شي واحد في الجيش، يمكن من جنرال حتى الشارجان حتى اللي ما عندوش كاع الكراد، يعني سولدا عادي، شي واحد اللي داخل مع مارين الشمال. هذه الاولى. ثانيا كتعرفوا بان المؤسسه العسكريه راه ما بقاش داكشي اللي كان، يعني يجي واحد جنرال ويدير الفوضى ويدير لي زافير ويخرج على يعني يستغل المنصب ديالو، هادشي راه ما بقاش. امام كان في واحد الظرفيه معينه، كانت حرب الصحراء، كان شي حوايج، لكن اليوم ما بقاش هادشي. كتعرفوا امام صاحب الجلاله اليوم كاين غير القانون والضوابط العسكريه، واللي بجهده ولا اللي كان مجهد ما يبانش وما يصور حتى حاجه الى خرق القانون. كتعرفوا بان صاحب الجلاله واحد النهار في الدار البيضاء جنرال على قدو من الاتباع ولا من الرجالات القويين اللي كانوا عند الجنرال بناني الله يرحمه، وناض صاحب الجلاله جرى عليه من الجيش، ماشي غير قال لي سيروا داركم، جرى عليه من الجيش الجنرال حط الكسوه ديالو. كتشتو شنو وقع الجنرال ميمون تاع هو ديال الحرس الملكي، لان غلط جرى عليه، ومع العلم ان من نهار خدا العرش وهو مع هذا الجنرال هذا. هذاك الشيء علاش كنقول قضيه العسكر والناس وما بقاش تخمو في هذا الشيء. وحتى في اعالي البحار راه الجيش كله خرج تقريبا، ما كاين حتى شي كرادي ديال الجيش في اعالي البحار ولا في ليسونس ديال اعالي البحار. يمكن لكم تبحثوا، انا بحثت وعندي موضوع قداشنا هو على اعالي البحار راني غادي نتكلم عليه. دابا غادي نجيو للناس ديال الصحراء. كاين اللي كيقول لك هادو صحراوه وعافاكم الله يخليكم، ما خصناش احنا مغاربه خصنا نبقاو متحدين. ملي كنشوفوا شنو وقع في الداخل لدوك البحاره اللي كانوا قالوا فيهم كوفيد، كيفاش واحد العدد ديال الساكنه في الصحراء ناضوا كيسبوا ها شلوحه ها مع شنو. وحنايا عاوتاني ملي كان المشكل ديال الرحال شفنا بعض التعليقات العنصريه، هادشي راه كله هذا فخ اللي كنطيحوا فيه. كنا مغاربه الحمد لله، الناس بجهه سوس ماسه من اطيب الناس ومن اخلاقهم، وفي الصحراء عندنا حتى هما، انا عاشرتهم لسنوات ماشي لمده يمكن واحد العشرين سنه، من اطيب الناس من اخلاق الناس. دونك حنا واحد الشعب اللي زوين، ما نمشيوش في هذه التفاهات. الناس ديال الاقاليم الجنوبيه كلشي كيقول لك هاد الصحراوه خايفين منهم وهما ماني الجمال. عيط تقريبا لجميع ملاك الجمال اللي عندنا في الصحراء، كلهم دويت معاهم، واللي ما كنعرفهمش دويت عن طريق ناس حدا اخرين، وكلهم اكدوا لي، لقيتهم منزعجين، وكلهم اكدوا لي بان حتى شي واحد فيهم ما عنده الجمال في هذه المنطقه هذه. اولا ثانيا كيقول لك انا ما عمر كانوا كيخدم، حنا ما بقيناش كنخدموا السراح مغاربه، كنجيبوا السراح من موريتانيا. علاش؟ التجربه اللي عندهم في التربيه ديال الابل، دونك كيجيبوا كل شيء السراح ديالهم موريتانيين وكيخدموهم هنايا باش كيسرحوا ليهم، وحتى التاقلم مع الطبيعه الاكل وكل شيء المبيت ديالهم وداك الشيء كتكون اسهل. حاجه واحده اخرى، لقيت بان هاد الناس هادو مالين هاد الجمال اللي كيتعداو على دوك الناس كلهم من ناحيه ديال طاطا وهذوك النواحي ديال تما، هما اللي مالين الجمال. وما كنفهمش انايا كيفاش السلطات عاجزه. انا خديت تقدر نتوصل مع بالتواصل ديالي مع بعض السراح داكشي لواحد اللائحه ديال مالين هاد الجبل، انا غادي ننشرها، لان ماشي مادام السلطه ما قدراتش تتكلم على هذا الموضوع وما فاهمش علاش مغطيه عليهم في الوقت اللي ما عندهاش علاش تغطي عليهم. كاينين الناس ديال الاقاليم الجنوبيه كلهم العائلات الكبار، لا الجماني بوعيده الدرهم، العائلات الكبار حتى واحد ما كاين، وكلهم اكدوا لي كاين اللي ما عندوش كاع الجمال، وكاين اللي كاكد لك كيقول لك رضا عافاك الا كان شي حاجه خصنا نديروها باش ندافعوا احنا على دوك الناس اللي تعدوا عليهم دوك الرحل، راه حنا موجودين، راه حنا معاهم، وبلغهم التضامن ديالنا اللي حنا، لان عندنا اخلاقيات ما عمرنا نتعداو. حنا ولاد الناس اقاليم الجنوبيه ما عمرنا نتعداو شي واحد على الحرث ديالو ولا نتعداو على شي واحد، هذا الشيء ماشي في الاخلاق ديالنا. هذا بخصوص الرحل اللي تعداو على دوك الناس في النواحي ديال تناف تارودانت وديك المنطقه كامله. والأسئلة الأخرين لا ماشي سمحوا لي. كاينه واحد اخر الناس كيقول لي خصنا نديروا شي تعبئه للناس باش التصرفات ديالهم في المدينه.
شنو غادي نقول لكم؟ راه من اسهل ما يكون عندنا واحد الشعب زوين، الناس في اكادير زوينين اخلاقهم، ماشي غير اكادير، مشيت لعدد ديال، شوف مشيت لمناطق نائيه، مشيت لشي بلايص اللي كضرب 20 و23 كيلومتر ديال لابيس والطوموبيل بزز باش كتوصل تما. انا كندير ديك الطوموبيله الامريكيه الكبيره لان كتجبد بالرويض اللورانيين، لان وي سيلاند ريسونس وعاليه، وهي اللي قدرت توصل لهذوك المناطق، وكتلقى ناس طيبين. فين ما مشيتي في شي دوار كتلقى ناس قنوعين، راهم مضروبه في حتى العظم، ما عندهم ما ياكل ولكن قنوعين. ملي كتمشي لشي بلايص عاوتاني شي احياء شعبيه اللي كيقول لك هذا الاجرام وما شنو، الناس طيبين، راه الوضع الاقتصادي الاجتماعي هو اللي كيرجع بعض الناس خايبين، غير الله يسمح لينا منهم. ملي كنرجع انا كل شيء للمنتخبون، راه شتي الوالي، والله ما كنلومو في حتى حاجه، لان الوالي هو معين باش يسهر على تطبيق الخيارات ولا الاستراتيجيه اللي غديرها البلديه في تسيير المدينه. الوالي ما هو تما الا وحل داك البوليسي اللي حاضي، ولكن البلديه هي اللي كتسطر الاستراتيجيه والسياسه ديالها في تسيير المدينه، ولكن البلديه فاشله. لما كيكونوا عندنا مسيرين فاشلين، اوكي، الاستثمارات ما كيكونوش، مدينه موسخه، التكرفيس، المستثمرين كيهربوا بحالاتهم، الشركات كيفلسوا، وهذا الشيء اللي وقع لينا قبل كوفيد 19 وانا كنغوت لسنتين تقريبا، وانا كنقول حسن التسيير باش يجيو لينا المستثمرين باش يجيو، ولكن حتى حاجه ما دارت. جات كوفيد 19 لقات الاقتصاد ديال المدينه هش، كلا كل شيء العصا. الحمد لله اللي دخل صاحب الجلاله، تاسست هذيك الشركات تنميه سوس مسا اللي دابا حيدت عدد من الصلاحيات كلها من البلديه من الجهه من كل شيء، وداروا فيها ناس اللي غادي يتحاسبوا، ناس تكنوقراط، داروا فيها مسؤولين عندهم كفاءات وهما اللي غادي يسيروا المدينه. شوفوا الاسئله. غادي نعاود نرجع لدار الحياه، كنشوف هنا اسئله. راه ما كاينش شي حاجه اللي انا ما اتهمتها بتا حاجه، كاينه شكايه وكاين اتهامات اللي ديال الناس. انا سجلت مع ناس اللي عندهم ما يقولوا، وما بغيتش ندوز داك الشيء لان باش ما ناثرش على القضاء، وخلي القضاء هو اللي غادي يقول الكلمه ديالو في هذا الاطار ديال دار الحياه. انا ما كنتهمش، قلتها في فيديو، ما كنتهم حتى واحد، ما ضبطت شي واحد ولا حتى حاجه. بالنسبه لمشروع اجالوند، تكلمت مع مول المشروع هادي ويمكن واحد الشهر، المشروع ديالو غادي مزيان، راه كتعرفوا بان الاف مناصب الشغل اللي غادي تكون تما، واحد القيمه مضافه لمدينه اكادير، شي حاجه اللي زوينه بزاف. عاد الحمد لله اللي ديبلوكا هذا المشروع وما بقاش محبوس من المشاكل اللي كنوقعوا ليه، خسر فلوس ولكن الدوله حتى هي عوضاتو على هذاك الشيء اللي خسر، ودابا راه عنده الارض وراه غادي الامور ديالو ميسره. شنو الأسئلة؟ اللي بغيتو تحطو عليا. كنضم واحد العدد ديال الاسئله جاوبت عليها، الا عندكم شي اسئله حطوهم ليا دابا. كتشوفوا هذه، انا متفق مع السي زروالي حمدي دواليه على مدينه العيون وعلى التجربه ديالهم. كتعرفوا في مدينه العيون انا كنعرف حمدي ولد الرشيد، هذاك السيد راجل، راجل، شوف نقولوا عليه اللي بغينا ولكن راجل، شاد المدينه بيد من حديد، عنده واحد الرؤيه، تعطات ليه واحد استراتيجيه، لان ما كاينش شي واحد كيسير شي مدينه كيخلق عالم وعارف كل شيء، ولكن المسؤول كيمكن لك تحكم عليه بالمستشارين اللي مدور به والناس اللي مدور به، اما هما غادي يفشلوا ولا هما غيزيدوه لقدام.
حمدي ولد الرشيد مدور به رجال وخدام مدينه العيون من داك الطراز العالي. بالنسبه راه المدينه الوحيده اللي غاده لقدام بجدور حتى هي غاده لقدام، الداخله غاده بواحد الطريقه رائعه ولكن فيها الفساد على الجد في الميدان ديال الصيد البحري، فيها الفساد في التعمير ملي كنقول خارج المدينه، المهم كاين ما يتقال، ولكن الاقاليم الجنوبيه حنا كنعاودوا نرجعوا ليها، كتلقى المنتخبون شي وحدين رجال قادر يواجه، ولا الوالي ولا العامل شافوا بان ما كاينش شي حاجه كيمكن يدخل فيه، لان غير راه هذاك السيد ماشي جا غير هكاك وحط، لا كتلقاه مدور به ناس رجال اللي مستشارين وغادي لقدام. شنو بالنسبه لواحد الحاجه واحده اخرى كاينه، هي كاين هادشي ديال الصيد البحري، راني مازال عندي ملفات على الصيد البحري، على فعالي البحار ولا الصيد الساحلي، وعلى البحاره حتى هما والتكرفيس ديالهم اللي مكرفسين، كتعرفوا اكبر ضحيه ديال هذا البحار اللي عندنا هو البحار، اما الممول ولا السيد اللي مالين الشركات ولا مالين الباريخات ولا الفلايك ولا هذا، كتلقاهم كلهم يستر عليهم الله واللي بقى واكلين العصا. كيفاش يعقل كتعرفوا بان الصيف اعالي البحار كل الباطو كيخلي سنويا مليار ديال السنتيم في الجيب، هذه مليار ديال الفلوس، البحاره واكلين العصا، كتلقى دابا في الراحه البيولوجيه ما كيتخلصوش، واللي غريب وهو ملي جات هاد كوفيد 19 كل بحر كل الباطو ولا كل شركه قالت غنعطي 5 المليون الباطو، هو رابح مليار وكيعطي 5 المليون للصندوق ديال الدعم، ما يمكنش هي حشومه. بخصوص المحاكمات راه كلشي باقي كاين، باقي النقد الابرام مع الملوكي، باقي الجلسات غير سالي كوفيد وغنبداوهم مع بو عشره، كاينه دابا ديال الوالي الحمد لله، ودابا عندي رئيس المجلس البلدي دافع بيا شكايه، الوالي دافع شكايه، راه كما قلت بقى لي غير حافظي ونعلق القرايب صافي بثلاثاهم، بحال الا انا هو رمز الفساد في الوقت اللي الفساد خلوه في جهه اخرى وجاو كيشوفوا رضا حشومه. شنو الاسئله؟ كتعرفوا بان الاشغال كلها دابا اللي كاينه في مدينه اكادير كلها انطلقت، راه عاوتاني راه شركات تنميه سوس ماسه راه هي اللي واخده هاد الاشغال هذه واقفه عليها، يعني هادوك الناس اللي ماشي المجلس البلدي ولكن شركه هي اللي واقفه دابا على الاشغال كامله وغادي لقدام، شارع الجيش الملكي 18 نوفمبر، المهم الامور راك شفتوا اكادير راه فيها واحد الديناميكيه هاد اليامات، والبلديه راه باقي عندها راه ماشي كنكرههم ولا شي حاجه، الناس ما فحالهمش، ملي كنقول ما فحالهمش في عقلهم وفي التسيير وهذا ما عرفوش يسيروا، ولكن راه باقي لهم شويه النظافه وشويه ديال الجراضي كيسقيو فيهم والصلاه على النبي. كاينه شي اسئله اخرى قبل ما نساليو؟ بالنسبه لمركز الادمان اللي كاين ديال المخدرات، كتعرفوا المشكل اللي فيه وهو ما فيش فيه النيبات الواحد، وهذه هي اللي خطيره واللي خايبه، درنا داك المركز الادمان اللي كاين حدا السوق، اي واحد كيعاني من لاديكسيون من الادمان للمخدرات كما بغات تكون من الجوانات القرقوبي وهذا كيمكن يمشي لتما، كيتصنتوا ليه كاين اطباء كاين الادويه، ولكن كتعرفوا هذا الادمان كيبغي يكون شي حاجه فين واحد يبات ويبقى هاد المده اللي كيتعالج فيها، لما كنعطيو للمدمن الدواء ديالو ولا كيتصنت ليه الطبيب وكيخرج وكيمشي للدرب وكاين مشاكل وكيلقى مع الدراري عندهم الحشيش ولا شنو كيعاود يطيح في الادمان، هذاك الشيء علاش كاين عندنا هذاك لو سونتر ولكن ناقصو في نيباتو الناس، ناقص بحال قلتي دايرين غير نص خدمه. دونك الا ما كاينش اسئله تبارك الله عليكم والله يحفظكم، واي حاجه يمكن لكم تراسلوني في الفيسبوك ولا بالواتساب ولا اللي بغيتو، راني راه الاشاره راني عاوتاني كنعاودها ونقولها، راني ما طالب حتى حاجه، ما طامع في حتى حاجه، ما بغينا كراسي، ما بغينا يعطيونا امتيازات، ما بغينا يعطيونا اراضي ولا في البحر ولا عمارات ولا بقاع ولا حتى حاجه،
اللي بغينا، وهو بركة من الفساد. راه عينا وهذا الفساد اللي غادي فيه راه غادي يخرج على البلاد كلها. هذاك الشيء علاش اللهم جبدوا فران، وهاد المفسدين هذا اللي شبعتوا بخير وعلى خير، صافي خذوا اعتزلوا الفساد، وكل واحد يديها في شغله ويسيروا سيروا جهه اخرى، ولا ديوها في شغلكم وخليوا الساكنه. راه اغلب الساكنه تعاني في مدينه اكادير كما كنعانيو في المغرب كله. راه الفساد ماشي غير في اكادير. تبارك الله عليكم، اي والله يحفظكم، وراسلوني فاش ما بغيتو وسائل التواصل الاجتماعي، راني راه اشارتكم فاش ما بغيتوني. تبارك الله عليكم، الله يحفظكم ويسر اموركم ان شاء الله.